Déjame hablar más bien. طيب انا خدت امبارح بان تشايلد خلصنا تشايلد هيد بروجرام خلصنا لا لسه خلصنا تشايلد هيد بروجرام فكرنا سمناه المغربي والمتاجي واتكلمنا عن يونيكا لوحده والبوست يونيكا والبيس كل لوحده تعال نتكلم النهارده عن تشايلد هيد بروجرام واتفقت مع حضراتكم امبارح ان كلمه تشايلد خواطر لغايه سن كام سنه؟ 5 سنين ممكن حد يبص الكتاب ويقول لي عندنا 9 components of the child health program حد يفكركم او حد فاكر التسعه دول بيفكروا بايه؟ maternal health program اللي هم ايه في الماتيرنال؟ انتينيتال 100% فاكرين اللي كانت 9 نقط اللي كانت ايه؟ حد يفكرني بالانتينيتال؟ registrations كانت انتينيتال جير فيزيتس education, nutrition, nutritional care, immunization, risk detection, referral, home visits, and social care. نفس التسعة بالظبط نبدأ بريجستريشن مرحلة التسجيل دي مرحلة بنعملها عند اليوم ال 30 أو ال 40 يعني مع نهاية البوست نيتر الأم خلاص هتسيب البوست نيتر تيجي الطفل عندي ويجيبه بفتح له ملف صحي بيبقى دفتر صغير بيبقى لونه بامبر البنات ولونه لبني للولاد اوكي الدفتر ده فيه كل الداتا بتاعته اللي هي البيرسونال داتا والهيستوري والاكزامينشن اند سو اون اكمل معاكم السيناريو النهارده الدفتر ده ليه في واحد البنات واحد البنات ممتاز السيكتور او الدفتر بتاع البنات سبوز تو بي ده هيكمل معاها في حياتها في الادوليسنس هتتجوز بعد كده لما تيجي تتجوز في الانترنيتال لما اجي اعمل لها ريجستريشن في الانترنيتال يبقى انا عندي كل الداتا بتاعتها فروم ذا تشايلدهود يبقى في سيكتور في البريجننسي والليبر بعد كده طبعا المفروض الريكورد ده لو عندنا الطفل دوت اتبع على كل الداتا بتاعته لو واحد هاي ريسك فاكرين لما كان بياخد ريد مارك؟ ليه؟ عشان سبوت الفايل بس والسرعه خد بالك من السرعه دي وفريكونت فيزيتس وتهتم بيه اكتر يعني كانه بيديك اتنشن خلي بالك الواد ده ات ريسك عنده طيب ده بالنسبه لنا عندنا ايه؟ اول خطوه اسمها ايه؟ ريجستريشن تاني خطوه عندنا اسمها الفيزيتس هعمل له اسسمنت عندي طريقتين عندي كلينيكال اسسمنت العاديه وعندي طريقة تانية اسمها جروث اند ديفلوبمنت مونيتورنج. الطريقة الكلينيكال اسسمنت زي الكبار بمعنى ايه؟ امسك الولد اشوف الفايتال ساينز ابص على راسه على قلبه على الرئتين على الابدومن ايرولوجيكال اسسمنت عادي. هنا بعمل له اسسمنت كامل صح؟ دي بينه وبينك في الكبار اتس براكتيكال. ات ذا اونلي واي اوف يور اسسمنت. ده كده تيجي في العياده واخد منك هيستوري كامل واعمل لك اكزامينيشن كامل دي طريقتي في العياده مع الكبار الاطفال نعمل ايه؟ انا كان في حاجه اسمها جراث اند ديفلوبمنت ايه معنى كلمه جراث الاول؟ ان الطفل بيزيد باي ذا واي ايه الفرق بين جراث وديفلوبمنت؟ فيزيكال جراث فيزيكال بارامتر يعني زياده في الطول في الوزن اند سو اون ديفلوبمنت كوجنيتيف فانكشنز صح ولا غلط؟ which is easier to be measured جراس. طبعا طبعا ليه؟ ما فيهاش اراء ما فيهاش يعني انا شايف وانت شايف فيها ميزان في درس حطه على الميزان وده 4 كيلو خلاص ما فيهاش كلام تاني صح ولا لا؟ فبستخدم مين في الجراف؟ انا ليه بستخدم الجراف كانديكيتور فور اسسمنت للطفل؟ نيفر ايفر الطفل يبقى في نورمال جروث ريت اكسبتنج يبقى صحته كويسه وبياكل كويس ودرجته سليمه ما عندوش امراض صح ولا غلط؟ طب خد العكس لو طفل عيان هيحصل ايه في الجراف؟ هيقل لو طفل ما بياكلش كويس او بياكل اكتر كتير جدا هيحصل لخبطه برضه في الجراف عندنا فقالوا طيب ما انا عندي طريقه سهله بدل ما اقعد اكزامن الطفل ممكن الاقي او ما الاقيش فايندنجز طب ايه رايكم؟ نعمل له جراف مونتينج اتابع الوزن بتاعه والله الولد بتاعه ماشي ودين نورمال رينج يبقى ده انديكيتور ان صحته ان جنرال ايه؟ كويسه بس هو السؤال لو الجراف مش في نورمال رينج يبقى الولد ده عنده ايه؟ مشكلة ما هي المشكلة؟ دور عليها بقى فهمتوا قصدي ازاي؟ يبقى دور بقى على المشكلة دي هل عنده مالنيوتريشن؟ عنده انفكشن؟ عنده بارازيتيك انفكشن؟ عنده وات ايفر بقى القصة ايه دور عليها فهمتوا الفكرة عندنا؟ فلذلك الاساس عندنا حاجتين الكلينيكال لو حبوا يعملوها مش هنعملها ده فريكونت قال لك هنعملها 4 مرات في السنة في السنة الثانية تعملها مرتين وبعد كده ممكن اعملها كل سنة يبقى أول سنة ممكن اعملها 4 مرات يعني كل 3 شهور ثاني سنة اعملها له مرتين في السنة ثالث ورابع خامس سنة اعملها مرة واحدة في السنة دي عايز تعمل حاجه اسمها ايه؟ جروث مونترنج عندك اسف الفول كلينيكال اسسمنت طب تعالوا مع بعض في جروث مونترنج قال لك ايه؟
الجروث از ا فيري لانج بروسيس. قلت لكم قبل كده لو انت تجيني كلمه دي، الطفل اول ما يكبر بيبقى وزنه 3 وربع 3 ونص كيلو، عند سن سنه وزنه بقى 10 11 كيلو. يعني زاد كم مره؟ 3 مرات، 3 اضعاف وزنه زيه في سنه واحده. فهنا الرابيد ريت اوف بروجريس بيانديكيت ان الولد ده في تغيرات كده جدا ممكن تحصل معاه. فلذلك لو ما كانتش صحته كويسه مش هيبقى في رابيد ريت اوف بروجريس. وقالوا ان الجروث مونترنج او الجروث انكريز از ا سنسيتيف انديكيتور فور ذا هيلث. صح ولا غلط؟ تاني ان الجروث عندنا از انديكيتور او سنسيتيف انديكيتور فور ذا هيلث. صح، طول ما الولد بيكبر يبقى ده معناها مؤشر ان صحته كويسه والعكس صحيح. نعملها ازاي؟ بص معايا بس الفكره. انا هستخدم ثلاث حاجات في الجروث، هستخدم الويت وهستخدم الهايت وهستخدم حاجه اسمها هيد سيركمفرنس. الويت مفهوم والهايت، بيني وبينك انا بستخدم الويت اكتر ولا الهايت؟ او خلينا نسال السؤال بشكل اكثر اختلافا، ايه الفرق اللي استخدم الويت والهايت؟ نعم، الفرق ان انا استخدم الويت تو ميجر الريت اوف ذا جروث ان ذا ويت او ريت اوف ذا جروث ان ذا هايت. الهايت ممكن الفاريبيليتي اعلى، الويت ممكن الفاريبيليتي اعلى، الويت الهايت الفاريبيليتي اعلى، لا الويت هو الفاريبيليتي اعلى بالظبط. الويت غير اسرع. اقول لك طب افكركم، انا قلت لك الويت بيزيد تريبل وزنه في سنه. الويت طوله قد ايه اول ما يتولد؟ حد عارف المعلومه دي؟ نص متر، 50 سم. 50 سم بيوصل متر عند اربع سنين، يعني بيوصل دبل بعد اربع سنين، لكن الويت بيوصل تريبل بعد قد ايه؟ بعد سنه. فالتغيرات في الويت اسرع كتير جدا. ده منطقي صح ولا غلط؟ اقول لكم عليكم انتوا شخصيا اللي فيكم كان بيخس وعمل دايت يفرق في الوزن ولا في الطول؟ في الوزن طبعا بسرعه. يعني انت ممكن خلال مثلا ثلاث اسابيع دايت او شهر دايت انت خسيت قوي صح ولا غلط؟ بس ما تقدرش انت قصرت صح؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ الويت افهموا مني الكلمه دي بيانديكيت اكيوت ايلنس صح ولا غلط؟ لان تغيرات الويت سهله. الواد ده لو قعد اسهال اربع خمس ايام ورا بعض هتلاحظ فرق في الويت ولا لا؟ طبعا. لكن هتلاحظ فرق في الهايت؟ لا. هيفرق سنتي؟ مش دي المشكله صح؟ لكن الويت ممكن يفرق نص كيلو او كيلو يبان جدا في الميزان. طب ما الهايت انديكيتر كرونيك، يبقى عشان الهايت متاثر بتاعك حاجه كرونيك، لان الريت بتاعه اصلا ايه قليل جدا من الهيد والايد. المهم الهيد سيركمفرنس ايه؟ ورثه بتكبر؟ ورثه بتكبر؟ لان بتكبر لغايه فين كده؟ وايه اللي بيخليها تكبر؟ بالظبط. في فونتانيل لسه ما قفلتش. انت عندك البوستيرو بتقفل قد ايه؟ والانتيرو فونتانيل بتقفل 18 18 شهر الى سنتين تانيين صح ولا غلط؟ فكان الناس بتقفل لغايه سن كام سنه؟ سنتين. فانا ممكن اتابع برضه الريت اوف ذا هيد سيركمفرنس لغايه سن كام؟ سنتين او 18 شهر. اوكي؟ طيب خلينا ناخد اكزامبل دلوقتي، ده اكتر حاجه بستخدمها الان. بصوا انا هعمل ايه؟ هحط خط كده وخط كده. احط الايدج هنا وحط مثلا ويت. انا قلت ممكن بدل الويت احط هايت زي ما انت عايز. ادي شهر شهرين ادي 1 يير ادي سنه وشهر لغايه سن كام سنه؟ خمسه. ادي كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو انظار. خلاص؟ فهمت كل اللي انا بقوله دلوقتي؟ انا عندي خط كده ستاندر موجود وخط كده موجود. الخط اللي فوق اسمه upper reference curve والخط اللي تحت اسمه lower reference curve. ليه اسم تاني هنفهمه في statistics later on، بس احفظه دلوقتي. اسمه plus 2 standard deviation وده اسمه minus 2 standard deviation. سواء سميته upper reference curve plus 2 minus 2 standard deviation، قصدك بالبلدي كده ان الكيرف اللي فوق بيمثل الخط اللي فوق بيمثل ايه؟ الابر ليميت، يعني الماكسيمم نورمال. لو ما ينفعش اعديه خالص. طب والكيرف اللي تحت؟ اللور ليميت اللي هو اللور او المينيمم نورمال اللي ما ينفعش يكون اقل منه. ضغطك الطبيعي سيستوليك من 110 130 معنى كده ايه؟ انك انت لو 109 انت ايه؟ هايبوتنسف خلاص. طب لو 131 فهمتوا قصدي ازاي؟ يبقى ده الماكسيمم نورمال ده المينيمم نورمال. الخطين دول ستاندر موجودين. والكيرف ده موجود في دفتر متابعه الطفل، فاكرين الريجستريشن؟ ده موجود. الام بتجي لي عند شهر اعمل ايه؟ اوزان وحط عند شهرين اوزان وحط شفت انا بعمل ايه؟ ده مؤشر بيقول لي
الداتا ده اللي في الاخبار وهي هي انتوا كل 204 ممتازين جدا. الطفل عشان يكون نورمال محتاج دايما يكون بالابرولا لازم منطقي ولازم انكريزنج. يعني ايه لازم انكريزنج؟ لازم يزيد، ما ينفعش يبقى بلاتو حتى لو بالابرولا. يعني ما ينفعش يبقى كده مثلا او بالابرولا بس بلاتو، ما ينفعش، لازم الاستمرار يزيد. يبقى انتوا قلتوا لي النهارده دي طريقه انا شايف انها بتقول ان ازاي الطفل صحته كويسه فقط. فكره فهمت الجروث مونتنج؟ يبقى فكره الجروث مونتنج عندنا، الجروث مونتنج هي عباره عن ستيبس بنقسم او بنعمل حاجه اسمها انثروبومتريك ميجرز اللي هي حاجات قياسيه. في الانثروبومتريك ميجرز بتحدد هتستخدم الويت ولا الهايت ولا الريت سيرفرنس براحتك. على فكره ممكن اعمل ده للهايت نفس الكلام، بس بدل الكيلو 2 كيلو هيبقى ايه؟ 20 سم 40 سم وسو اون. واول استخدم الريت سيرفرنس براحتك، استخدم اللي انت عايزه فيهم. حددت الانثروبومتريك ميجرز ايه؟ ارسم لها الجروث شارت وحط للطفل تابعه وشوف. طب لقيت نقطه من النقط نزلت تحت او طلعت فوق او البلاتو اللي حصل عندنا، يبقى تعمل ايه؟ انفستجيت. لان دي انا الجروث شارت ما يقولكش الواد ده عنده ايه، لكن يقول لك الواد ده ايه؟ نورمال ولا لا؟ خلاص انفستجيت عرفت الكوز صح ولا لا؟ وهنا بقى هعمل له فريكوينت جروث شارت. يعني ايه فريكوينت؟ هو على فكره ده بيتعمل الطفل دوت او جروث شارت عموما بيتعمل مور فريكوينت اول سنه بيقل ثاني سنه بيقل ثالث سنه. ليه؟ ليه يا شباب؟ صح كلامي صح يا ساره، بتقولي ان الرابد ريت بتاع الجروث في اول سنه، ثاني سنه الرابد الجروث ريت بيقل، فمش هتلاحظ صورات كتيره. فهمت ليه اول سنه بيعملوا اول ست شهور بالذات بيعملوا كل شهرين مثلا، بعد كده كل ثلاث شهور، بعد كده كل ست شهور، بعد كده كل سنه. انت فاهم؟ فلذلك دي اللي انا بشوفه. لو الجروث ده الشارت بتاع الطفل طلع نورمال وعملت انفستيجيشن وعالجتيه والكلام ده كله، اعملي مور فريكوينت شارتس. يعني بدل ما يجي بقى كل ست شهور، لا هعمله بقى تعالي كل اربعه، كل ثلاثه. هشوفك معدلات اكتر لغايه ما اطمن الكيرف بتاعك رجع ايه؟ نورمال. فهمتوا عندنا؟ دي باختصار فكره الجروث مونترنج عندنا، او فكره ازاي ان انا اعمل اسسمنت او اشوف عندنا الطفل ده بقى نورمال، امتى الطفل يبقى نورمال زي ما قلت بين الابر واللور او بين بلس او ماينس 2 ستاندرد ديفيشن، ويبقى اولويز اسسمنت. اتفقنا يا شباب؟ اوكي؟ طيب انا كل ده كنت بتكلم في ثاني خطوه اسمها الاسسمنت او انتي نيتال كير فيزيت ستاندرد. طب الخطوه الثالثه اسمها هيلث ايديوكيشن. الهيلث ايديوكيشن طبعا انا بكلم الام، كونسولي مين؟ البيبي. طبعا انا بكلم الام ما يخص الطفل. هكلمها ايه؟ فاكرين اول نصيحه كنت دايما بنصحها الام؟ امبورتنس اوف انتي نيتال، امبورتنس اوف بروس نيتال. ليه؟ مش من النتيجه، تحس انها حاجه مهمه. هنا برضه هتكلمها على ايه؟ على الامبورتنس اوف ويل بيبي كير. برضه البروجرام بتاع التشايلد مهم، زي ما كنت بتيجي كتير في الانتي نيتال اربع وخمس مرات وبتيجي في البوست نيتال برضه كذا مره، لو سمحت اهتم بالتشايلد هيلث عندنا. هكلمها على ايه بقى؟ حد انتوا قولوا لي بقى. هنا نصيحه جنرال نيوتريشن. نيوتريشن يعني قصدك البريست فيدنج والوينج والجود نيوتريشن ان جنرال. دي واحد وثلاث حاجات. ايه تاني؟ فاكسينيشن، ان لازم تطعمه. خلي بالك عندي جدول تطعيمات لازم تلتزم بيه، هناخده مع بعض. ايه تاني؟ اللايف ستايل عموما، تتابع الموتنج او الديفلوبمنت بتاعه ان هو موتر ولا سبريننج اكتيفيتيز. حاجه كمان الاكسنت بريفنشن، مش دي من ضمن المسائل الحاجات الهوم اكسنت، ازاي تاخدي بالك وتخلي بالك الواد ما يتسابش لوحده، يتحط مثلا مش عارف ايه جنبه، حاجه تبقى سوفت، الارض فيها حاجه سوفت، ريزيدنت اكسنت بريفنشن. اتفقنا يا شباب؟ واقول لها خلي بالك ان عندك مشكلتين كبار جدا، خلي بالك منهم، الطيارية والايه؟ والاي ار. ازاي تخلي بالها بقى تمنع الطيارية وتمنع الاي ار. اتفقنا؟ يبقى كلها نصائح جنرال الخصهم تاني. يبقى كنت بتكلم عن الامبورتنس اوف البيبي كير، كانت لي على البريست فيدنج والويننج والنيوتريشن، كانت لي على اللايف ستايل والديفلوبمنت موديلنج، كانت لي على الاكسنت بريفنشن، كانت لي على الطيارية والاي ار اي بريفنشن. اتفقنا؟ طيب ده عنوان رقم كام؟ رقم 3. عنوان رقم 4 اسمها نيوتريشنال كير. نيوتريشنال كير ايه مفهوم بقى نيوتريشن بالنسبه لنا؟ نيوتريشن في الطفل حاجه مهمه قوي 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 عندنا. عندي حاجه اسمها دايركت انترفنشن للنيوتريشن وحاجه اسمها اندايركت انترفنشن للنيوتريشن. ايه مفهوم الدايركت وايه مفهوم الاندايركت انترفنشن للنيوتريشن؟ ايه الفرق بين الدايركت والاندايركت؟ هديكم مثال. الدايت حاجات بتاثر في النيوتريشن بشكل مباشر من اسمها، والاندايت بشكل بعيد شويه.
السؤال الأولاني، لو قلت للأم program of breastfeeding direct or indirect؟ طبعا. طب قلت للأم خلي بالك من family planning والbirth spacing، لأن البيرث سبيسنج هيديها فرصة إنها تخلي بالها أكتر and so on. طب أو حاجة أوضح، قلت لهم خلي بالك من الإنفكشنز وقت ما يجيلوش إنفكشن. الإنفكشن ليه علاقة بالنيوتريشن؟ بالنيوتريشن؟ ليه علاقة مباشرة؟ إزاي؟ أصل خلي بالك الإنفكشن هيأثر في الأبيتايت. ممكن الإنفكشن يقلل الإميونيتي، صح ولا لا؟ هو النيوتريشن قصدك يقلل الإميونيتي من الإنفكشن العكس. فالنهارده بتقول لي هيأثر في الابيتايت، ممكن يعمل له دهاريه، ممكن يعمل له فوميتنج، صح ولا غلط؟ فهيؤدي في النهايه الى ايه؟ الى ما نشوفش، بس اسمعني معلش. اوكي؟ فالنهارده عايز اعمل حاجتين في الانجليشن، يا اما اعمل الدايركت انترفنشن يا اما اعمل الاندايركت انترفنشن. طيب مين هيقول لي الدايركت زي ايه بقى؟ انا لسه بقول لكم حاله البريس فيدنج وينج والوينج. ولما اعلم الام بريس فيدنج وينج ده واضحه جدا. بص يا مانتك كليدي وما تأكلوش ايه بداية بالروس بداية بالفول بداية انصغان يبقى دي دارت. اوكي؟ لو عملت له بروس مونزنج دارت ولا مش دارت؟ طبعا اصل بروس مونزنج حاجة مش خلاف الوقت بيقلق راس بيخس يبقى فيه مشكلة في الميديشن عنده. اوكي؟ يبقى فيه مشكلة في الميديشن حاجة مهمة قوي 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 الصعب الميديشن خلنا فين صعب الميديشن قبل كده؟ صعب الميديشن قصدك ايه؟ بياكل ما بياكلش هياكل سبلمنتيشن صح ولا لا؟ ودي بتبقى غالبا من الحاجات اللي انا في مصر خايف منها. خدناها في الام كانت بتاكل ايه؟ كانت بتاكل فول الكاسيت قد ايه؟ امتى بتاخدها بالبس؟ 14 في السنة ماشي كانت بتاخد ايه تاني؟ ماي كانت كام؟ من امتى؟ خمس شهور ازمان 24 لمده 3 شهور كانت بتاخد ايه تاني؟ كالسيوم شرب كالسيوم طبعا يبقى لك كانت ايه كانت صعبه مديش تعال الطفل هياخد ايه ايه اللي هبدا ابدا بيه الطفل وات ذا كومنس مانيتيشن ديس اوردر فور اس يعني زي ما اديت الام اير الواد ده لازم ياخد ايه اير يبقى طبعا لازم ده بالاير اديله برضه اير احفظوها بسهوله الام كانت بتاخد 60 ملي جرام الطفل بياخد 6 ملي جرام بس بير كي جي بادي ويت بير دي يبقى 6 ملي جرام بير كي جي بادي دي بير ويت بير كي جي بادي ويت بير دي جرعات الاطفال الفكره بيقولوا اطفال شاطر جرعات الاطفال دايما اللي بناخدها بناخدها بير كي جي يعني مش حاسس ان الطفل ياخد معلقه كبيره معلقه صغيره بص معلقه مش مليانه قوي بص معلقه عارفه معلقه الشاي معلقه تلاقي تقول لك معلقه خد معلقه دي كبيره بس ازيها شويه فضي منها شويه بجد مش صح المفروض الطفل ياخد بالايه؟ بالوزن وبعدين في عندك سرنجه بتعاير بيها الايه؟ الدواء ياخد 4 سم 5 سم وده بس حسب وزنه المهم فجرعه الاي بتبقى 6 ملي جرام بالكي جي باي ويت بير دي الطفل مثلا النهارده وزنه 4 كيلو ياخد كام؟ 24 ملي جرام يبقى 6 في 4 بياخدهم امتى؟ بياخدهم لمده شهرين مرتين عند الشهر السابع وعند الشهر ال 15 يبقى بياخدهم مرتين عند الشهر مره عند الشهر السابع مره عند الشهر 15 كل مره بياخدهم شهرين اوكي ايه تاني غير فيتامين بي الايرون ناخد ايه تاني فيتامين اي بياخد فيتامين اي عند الشهر التاسع وعند الشهر 18 بياخدوا 100000 200000 انترناشونال هي قرص واحد اول الفيتامين اي بتبقى راس بتتفض فوق الطفل عشان تخيل هي كانت بتبقى كبسولات الكبسول بيبقى جواها ماده زي الاوي ماده زي لان فيتامين اي ديفاكت سوبر فيتامين فاكر حاجه اوي فبتفض فوق الطفل الكبسوله الواحده قرعتها 100000 انترناشونال يونت الطفل عند الشهر التاسع بتفضي له فوقه كبسوله بيبلعها اوكي عند الشهر 18 بتفضي له فوقه ايه؟ كبسوله يبقى 200000 اوكي على فكره هل الستات كانت بتاخد فيتامين اي؟ هل الستات كانت بتاخد فيتامين اي؟ انا ما قلتهاش في الحمل صح؟ ما قلتهاش في الانتري ده الفيتامين اي كسبلمنتيشن استراتوجينيك في الحمل فبديها لها بعد الولاده بشهر ليه بديها لها بعد الولاده؟ تنزل عشان تنزل في اللبن في البريست فيدنج وترجع البودي ستولز بتاعتها اللي ما كنتش عارف اديها لها فين؟ في الحمل فلذلك وتاخد جرعه في الاثنين تاخد 200000 تاخد برضه مره واحده
تاني البايك دي بتاخد 200,000 بتاخد بعد الرياضة بشهر ما بتاخدش في حملة في الحملة الرياضة وجهة الحملة أنا ما قلتوش في الحملة أنا مش هقول إن أنا في حملة إن هو التراتوجينيك ما بتاخدش في الأنتينيتال حملة فبتاخد إيه تاني ممكن تلاقي فيتامين دي ده ممكن يتاخد 400 انترناشونال يونت بير دي أو بياخد 200,000 انترناشونال يونت انترا ماسكولار انجكشن سؤالي لحضراتكم which of which is better اديها اورال فيتامين دي هو انا بدي فيتامين دي ليه؟ What is the main source of vitamin D في حياتنا؟ بس الشمس امتى؟ كل يوم؟ الصبح بدري لغاية الساعة 10 الصبح مثلا كده أو قبل المغرب بساعتين يعني after sunrise before sunset الفترة دي غالبا ممكن أطفال ما يتعرضش فيهم للشمس كتير صح؟ فبالتالي الطفل مش متعرض في الشمس وعندنا مشكلة في مصر بجد حقيقية الطفل في وقت الولادة عنده excessive wrapping عارف الولد بلابس هدوم كبيرة قوي أوكي؟ عشان يتحسد دلوقتي شبه هبوح يتحسد على ايه يعني قصدي اسالك دلوقتي يتحسد اوكي فتلاقي ما حدش يبص عليه ما حدش يشوفه ان سو اني هاو الفيتامين دي هاو يلو ياخد فيتامين دي 400 انترناشونال يونت فورا كل يوم ولا ياخد هنا مره واحده كل يوم ايه رايك لا كل يوم ورا كل يوم ليه؟ لا أصل فيها ميزة إيه؟ إذا نص صغيرة اللي بالك برضه لأن الفيتامين دي دفعت إيه؟ فأنا خايف منه من جرعته زيادة ممكن يعمل هايبر فيتاموزس فال 200,000 جرعة برضه عالية فما يخافش يعمل هايبر فيتاموزس بتاعتها لكن ميزة الأورال إنه مش خايف من الهايبر بسرعة صغيرة لكن عامل الأورال فين؟ صعب جدا تاخد كل يوم هتنزل هتطنش في يوم من الايام مش عايز ياكل تقول لك ايه؟ من النقط اللي بياخدها الواد بطنه وجعته ايه النقط السبب؟ الواد مش عايز يروح المدرسه النقط السبب يعني عايز كل حاجه تقول لك النقط السبب عندها فلذلك لكن الاورال فدايما بقول الاورال لو الام اديوكيتد يعني عارف الام متعلمه وفاهمه وعارفه الكلام ده كله يديها اورال الام مش متعلمه وهتنسى وهتطنش انسون يبقى ده انجكشن اوكي؟ فهمت السبلمنتيشن؟ يبقى فكرة السبلمنتيشن هندل يبقى ده انا كده قلت عندنا فكرة دي الدايركت انترفنشن هندل طبعا مفيش مانع ان انا اعمل كوركشن اوف ديفيشنسي يعني كوركشن اوف ديفيشنسي دايركت انترفنشن في يوم من الايام انت بتكتشف الولد ده عنده انيميا لقيت عنده ريتكس لقيت عنده اي حاجه عالجها ودي دايركت انترفنشن عالجها عنده ولا اعملها ريفيرال حسب لو طلعت عالجها عندك ما كانش ضعف عليك يبقى اعمل لها ريفيرال طب الاندايت زي immunization prevention of infections family planning حسيتوا ان هم اتلغوا الاندايت ولما طلبوا ايه اللي انا استفدته؟ يعني جيوش انفكشن لما جالوش انفكشن الانفكشن مش هتعمل مانيبيليشن طب انا اللي فهم معايا الكلام ده كله هو الانفكشن اللي بتعمل مانيبيليشن ولا المانيبيليشن هي اللي بتعمل انفكشن؟ طب الانفكشن بتعمل مانيبيليشن ازاي؟ السائل اللي هو مش سائل سهال صح؟ طب المانيبيليشن بتعمل انفكشن ازاي؟ تقلل الانفكشن تخلي يقعد الانفكشن فلذلك لما طعمه يبقى عملنا انفكشن فبالتالي مش هيجيله مانيبيليشن بس ده الدايت نفس القصه بريفيشن اوف انفكشن ان جنرال لما تعمل دي سانيتيشن لما تنظف الميه والكلام ده كله انت برضه تحاول تمنع الانفكشن عشان ما تعملش انفكشن الفم بيبان زي ما قلت هو الفم بيبان برضه بشكل مباشر حافظ على الام فالطفل هيرجع بشكل الطفل هياخد بشكل كويس قوي اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لنا خمسه خمسه نيوتريشن اربعه نيوتريشن كتير خمسه الايمينايزيشن لسه ناخد جدول مع بعض عندنا ان شاء الله باذن الله تعالى لما ناخد مع بعض الجنرال ايبيديميولوجي ناخد جدول التفاهمات الطفل لما يقول لي ياخد ايه عن الشهرين ياخد تفاهم ايه هناخد الجدول ده مع بعض في التفاهم ان شاء الله. طيب كده كام نقطه في الان في الشهر ده بروجرام؟ خمسه هي الباقي كله عايزهم اسامي فقط اللي هي الريسك ديتكشن او المانجمنت اوف ذا سيك بيبي كير اوف هوم فاليز اند سوشيال كل الكتاب مش شارحهم فبالتالي مش عايز منهم حاجه عندنا. اتفقنا؟
كده خلصنا بالكامل حاجة اسمها child health program. بعد ما خلصنا المكونر child كده خلصنا شابتر الـ MCH وده شابتر مهم يمكن أهم شابتر في الكتاب على الإطلاق. يعني سؤال بس في الآخر اسمه evaluation of maternal and child health care. أنا عايز أشرح الـ evaluation أكتر شوية من موجود في الكتاب. الـ evaluation عندنا من الأسئلة المهمة في المنهج متكررة في كذا مكان في المنهج. فبدل ما كل مرة أشرحها بشكل مختلف خلينا نديك الـ evaluation كله على بعض عشان تبقى فاهم الـ evaluation كله على بعضه. طبعهم في الماتورنال هنخدهم بعد كده في الفاميلي بلاننج هنخدهم بعد كده في المانجمنت هنخدهم في كل مكان هديك الصوره الكبيره بتاعه الايفالويشن. افهم معايا كده لو سيبوا معايا كده بس لحظات هرسم كويس رسمه او ترسيمه على السبوره مهمه قوي. يعني ايه ايفالويشن؟ طيب يعني ايه تقييم؟ ان شاء الله صح ولا لا؟ اسمك ايه؟ كدير. هديني اخر السنه اتصلت بيا قالت لي يا دكتور انا جبت 90 في المية. هل ده كويس بالنسبه لهديني طبعا؟ او لا مبروك وانبسط بيها ولا لا انت نجحتي حققت تقييم منك كويس ولا لا؟ حسن عادي هي وقال لي كلمه كويسه قال لي متعوده على ايه؟ يعني قصدك متعوده على ايه؟ حسب التارجت بتاعها كان ايه؟ كان ايه؟ لو انا في اول السنه قلت لهديني انا شايف مستواك هيجيب 93 في المية ده اللي انا شايفه. اخر سنه انت جايبه 90 هقول لها ايه؟ مش مبسوط. يا دكتور انا جايبه امتياز 90% هقول لها بالنسبه لك انت ايه؟ ما كانش التارجت بتاعك. طب جت هديل انا كنت عاملها تارجت 85% وجابت 90 هقول لها ايه؟ هايل جدا ده انت بعيد الاوفر لتارجت. يبقى التقييم هو مش واحد جاب كلمه هو مقارنه ايه بايه؟ ها؟ حصل بالتارجت. اللي حصل بالتارجت. صح ولا غلط؟ لو اللي حصل يساوي التارجت يبقى انت ايه؟ زي الفل. طب واللي حصل اعلى من التارجت؟ زي الفل والفل والفل. صح ولا غلط؟ طب لو اللي حصل اقل من التارجت يبقى انت عندك مشكله. فهمت قصدي ازاي؟ فالايفالويشن هو عباره عن مقارنه الاتشيفمنتس بالتارجت. تارجت هنسميها اوبجيكتيفز هنسميها جولز. هنفهم كل الكلام ده كله بعدين ايه الفرق بين يبقى عايز اقارن الايه؟ اللي حضرتك حققته باللي المفروض كنت تحققه. فهمت عندنا؟ ده فين مش عايز اخدكم في مجالات حسابيه هم حتى في الايفالويشن بيقسموا الاتشيفمنت على التارجت ده في بيها عشان يطلع معاك برسنتج. يعني مثلا هي جابت 85 وانا كنت قايل لها جابت 85 وانا كنت قايل لها جبت 90. فبقول لي الايفالويشن بتاعها كام؟ 85 هيقسمها على 90% يبقى هي حققت كام في المية من المطلوب منها؟ مش مهم التفاصيل دي بس المهم فهمتوا يعني كلمة ايفالويشن؟ طيب ازاي نقيم أي مشروع؟ ده تقييم هديل لوحده سهل أصل هي واحدة فرد لكن مش بقيم فرد أنا بقيم إيه؟ بروجرام ماتورنال بروجرام على مستوى مصر تشايلد بروجرام في مصر كلها فاميلي بلاننج بروجرام في مصر كلها فكل ديت ايفالويشن على حاجة كبيرة قوي عندنا ازاي أعمل ايفالويشن؟ خمس كلمات input process output outcome impact. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بقيم الخمس حاجات عندنا input الرسول بروسيس هاو. يعني ايه الكلام ده؟ عايز اطبق ماتورنال هيلث كير. سيبوا الكتاب بس اطلبهم سيبوا الكتاب خالص سيبوا الكتاب عشر اكتر من كتاب شويه بس افهموا معايا وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. يعني ايه انبوت؟ يعني ايه ريسورسز؟ دكاتره ريسورسز فاسيلتيز. انت بتقول لي كلام محترم قوي. عندي ريسورسز حاجتين هيومن و نون هيومن ريسورسز. يعني ايه هيومن ريسورسز؟ الدكاتره، تدريس، نيرسز، عمال، كتبه، كل العناصر البشريه، الصيدله، اي حد شغال في المستشفى. طب نون هيومن يعني ايه؟ الاجهزه، ادويه، المبنى نفسه، التجهيزات، الاضاءه، اي حاجه. صح ولا غلط؟ ما ده انت محتاجه. يبقى هي السؤال المصادر بتاعتك في اي مكان الهيومن نون هيومن. طب دي الانبوت لازم تقول لي الانبوت بتاعك
عندي 20 مركز صحية، 15 مستشفى، 70 دكتور نساء، 70 دكتور جي بي، 12 ممرض، وكذا يبقى دي اسمها ايه؟ هي ريسورسز. البروسيس هام مانجمنت للريسورسز، ازاي عملت مانجمنت للريسورسز؟ ممتاز. ازاي استخدمت الريسورسز صح؟ خلي بالك من الكلمة دي، ازاي استخدمت الريسورسز صح؟ يعني استخدمت، مش فاهم انت يعني استخدمت الريسورسز صح؟ في الهيومن بتشوف استخدام الريسورسز عن طريق التريننج، والنان هيومن عن طريق الكواليتي. يعني ايه الكلام ده؟ عندك كم دكتور؟ 50. عندك كم دكتور دي اسمها ايه؟ الانبوت. ده الانبوت عندي 50. طب سؤالك تمام، بيعرف يشتغل الدكتور دول بيعرفوا انتينيتال ونيتال وبوستنيتال ولا لا؟ والله بصراحه انا عملت تريننج ل 40 واحد فيهم، فهم اللي عارفين، ولسه 10 ما يعرفوش. يبقى كانك استخدمت بال 50 كام؟ 40. عند فلذلك لما تيجي تقول النمبر اوف دكتورز از انبوت انديكيتور، النمبر اوف تريند دكتورز بقت ايه؟ بروسيس انديكيتور. يا فرحتي بانبوت عالي بس مش قادر استخدمه صح، هو مش عدد يا جماعه، وانا مش بجيب ممرضات قاعدين في الاخر ما بيعرفوش يعملوا حاجه، مش بجيب موظفين انا مش عارفين يستخدموا حاجه. طيب نان هيومن يعني ايه؟ كواليتي. قصدك ايه بالكواليتي؟ عندك كام جهاز ضغط في المستشفى؟ 100. اتس ان انبوت، انا عندي 100، 1 2 3 4 100 شغال. كام واحد شغال؟ كام واحد عم اعمل له كاليبريشن؟ كام واحد كويس؟ يعني كام واحد استغليته منهم؟ صح؟ يا فرحتي بال100 الموجودين في المخازن بس اكشوالي 70 بس اللي شغالين او اللي بعملهم. يبقى اسمها ايه؟ بروسيس. طيب فهمتوا قدام البروسيس؟ طيب ايه الاوتبوت او الاوتبوت؟ دول حاول الفرق بين المركبين شوية، الهدف القريب وده الهدف البعيد. ايه هدف القريب؟ لما تعمل انبوت وبروسس مستشفيات، طلبت الناس، ظبطت اجهزتك، عملت كل حاجة، عملت بروسس حلو، ايه اللي انت مستنيه على المدى القريب وايه اللي مستنيه على المدى البعيد؟ ممتازة، ممتازة 100%. قايل اللي انا مستنيه دلوقتي الناس تجيلي، وانا عامل السوبر ماركت وموقف الناس وملبسهم بدل شيك قوي وموقف الراجل على الكاشير، انا مجهز الكلام ده كله ليه؟ عشان الناس تيجي تشتري، الناس تيجي عندي الاوضه الصحيه. يبقى السؤال الهدف القريب انا بعرفها بكلمه يا رب تفهموها، يوتيلايزيشن. الناس تيجي، يبقى يوتيلايزيشن الناس تيجي عندنا. بقيس ايه بقى اليوتيلايزيشن؟ بالظبط كم عينه جت تعمل انتينيتال كير، كم عينه جت تعمل في المستشفى، كم واحده جت تستخدم عندك فاميلي بلان. طب ايه الهدف البعيد؟ قللت الانبوت صح 100%. الهدف تزيد صح ولا غلط؟ يبقى هدفي بيتر هدف. خلينا نقولها بشكل اوضح ما دام هتكلم بقى في حاجات تو ايمجرز. ايه اللي يقل عندك؟ موربيدي الامراض، ها؟ مورتاليتي الوفيات، والفاميلي بلاننج بتقل حاجه اسمها فيرتيليتي الخصوبه. يبقى تقل حاجه اسمها فيرتيليتي الخصوبه. مع الثلاثه لما يقلوا موربيدي مورتاليتي فيرتيليتي يبقى ده انديكيتر الصحه عندنا احسن. دايما بقول لهم يو كان نوت اتشيف الهدف بتاعي اكسبت يو اتشيف الايه؟ ما انا عمري ما تبقى صحه الناس كويسه الا لما الناس الاول ايه؟ تيجي وتستخدم الانتينيتال وتجيب الماء يتطعم وتيجي عليه مع البريست فيدنج كل القصه دي كلها. عشان كده فكره ايه؟ الهدف قريب والهدف البيت. فهمتوا يا جماعه؟ فهمتوا الكلام ده كله؟ هنا بنقول الفرق بين دي ودي دي على مستوى مستشفى، دي على مستوى البلد. يعني ايه الكلام؟ حضرتك في الوحده الصحيه في قريه ما، ممكن تقول لي عايز استاذ عندك اللي بيقول في الوحده الصحيه والناس اللي بيستخدموا الفاميلي بلاننج و و و يقول لي ترانزيشن في الوحده الصحيه، يبقى دي اسمها ايه؟ يوتيلايزيشن. بس على مستوى ايه؟ مستشفى. مستشفى وحده صحيه صح؟ فاسميها اوتبوت ميديكال. طب حد يقول لي اليوز اوف فاميلي بلاننج في مصر، عايز استاذ اللي في المستشفيات في مصر، يبقى اسمها ايه؟ اوتبوت. لكن الاثنين نفس الكونسبت اللي هو يوتيلايزيشن والنمبر اوف يوزز والى اخره، بس على مستوى مستشفى او وحده صحيه او حاجه صغيره.
على مستوى البلد يبقى لي عوق. انا محتاج دي ولا دي؟ ممكن ابقى الافرج البلد قليل لكن انا فتره الصحيه بتاعتي ناجح، او العكس افرج البلد كويس بس انا فتره الصحيه مش ناجح. فانتوا فاكرين فهمتوا الفرق بين الخمسه؟ برضه حاول كلمه برضه عشان تبقوا عارفينها بعد كده. الاوت كام انديكيتور بتقيس الاوبجيكتيفز، والامباكت انديكيتور بتقيس هذه الفرق بين الاوبجيكتيفز والجولز. يبقى الاوبجيكتيفز هي الاهداف القريبه اللي هو اليوتيلايزيشن. افكركم ارجع فلاش باك شويه، وات ذا اوبجيكتيفز اوف ماترنال هيلث كير بروجرام؟ What is the objectives of maternal health care program? No, 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 this is not the objective. No. In the matter objectives, outcome. Decrease the mortality. More visits. بيعملوا more frequent visits. Yes, but the number of visits تزيد for antenatal. Number of labor في المستشفيات تزيد. The number of family planning usage يزيد. صح ولا غلط؟ يبقى كل حاجات utilization. طب what is the goals of maternal health care program؟ قلل morbidity و mortality. Maternal morbidity الـ اللي هم الـ anemolage والـ infection والـ hyperprosepsis والـ preeclampsia والـ maternal mortality rate and ratio. في الضفار الـ motor objectives. ترسموا الرسمة دي؟ طيب في عندي بقى شويه ديفينيشنز في الاول، دي في الاخر مش مهمه. اخدنا اوريدي الديفينيشن بتاعها للبروجرام في الاخر، في الاخر نص صفحه تفرق معانا كتير. امسح السبوره. ها خلاص كده خلصنا بالكامل حاجه اسمها ام سي اتش او ماتورنال اند تشايلد هيلث بروجرام. تعالوا ننتقل للشابتر اللي بعديه اسمه سكول هيلث. ناخد الشابتر اللي بعديه اسمه سكول هيلث عندنا. سكول هو طفل من سن كام سنه لغايه كام سنه كامله يا شباب؟ حد يقول سكول من سن كام سنه لغايه كام سنه؟ من بعد خمس سنين. من بعد خمس سنين، من اول سته لغايه سن كام سنه؟ 18 ثانويه عامه، لغايه ثانويه عامه ده سن المدارس عندنا. طيب السن ده هو انا بدرس السن ده ديو تو تشينجز في الويت او الجراث ولا ديو تو انفايرمنت؟ الاثنين. خلي بالكوا ده لسه ما يزال في مرحله الجراث. انت بتكبر من امتى؟ ده مش من ساعه ما تولد، ده وانت في بطن ماما بتكبر. صح؟ بتستمر في تكبر لغايه سن كام سنه؟ حد عارف المعلومه دي؟ 21 لغايه سن 20 تقريبا. يبقى حد تكبر لغايه سن 20 سنه. بعد 20 خلاص خلاص وزنك او المفروض طولك قد ثبت على كده والبادي فريم بتاعك ثبت على كده. لو زدت في الوزن ده اوبيستي قصه ثانيه. فعايز اقول انك انت في مراحل الجراث لغايه سن 20 سنه. فالسن المدارس ما زال في الايه؟ في الجراث. ده انت عندك ثلاثة بيكس في حياتك في الجرس. البيك الأولاني أنت في بطن ماما. صح؟ كنت من حاجة قد كده إلى 3 كيلو ونص. والبيك الثانية أنت؟ أول سنة لما نزلت تريبل. والبيك الثالثة؟ ساعة البيوبرتي. صح؟ ساعة البيوبرتي. فجأة تلاقي البنت كان عندها 10 سنين 11 سنة فجأة خلال 6 شهور طولت قوي. أو الولد طول قوي. الريت أوف ذا جرس بقى عالي جدا قد إيه جوب ده؟ بيوبرتي. المهم
خلينا نتفق مع بعض على حاجه، ان بنتكلم سكول تشيلدرن ديو تو ذير ايج ان ما صفحات الدرس ديو تو سبيسيفيك انفايرمنتال كونديشن. تعالى ناخد سؤال مهم قوي وسهل جدا اسمه سكول هيلث بروبلمز. ما هو نفس الطريقه بالظبط، هناخد برضه البروبلمز والبروجرام، هناخد سكول هيلث بروبلمز وسكول هيلث ايه بروجرام. يلا حد يقول لي وات از سكول هيلث بروبلمز؟ عايز اقتراحات من حضراتكم. 1 2 3 4 5 يلا حد يقول لي قبل الانفكشنز. لما تعرف في دراسه بالظبط ثاني طب الانفكشن مش هزعلك انفكشن، ولو في مدرسه في كفر البراس العام يبقى تقول لها ايه؟ بارازيتك انفكشن. ايه تاني غير الانفكشنز؟ مش ممكن يجي لهم حاجات نون انفكشن ديزيزز زي بروكي الازمه؟ كان في انسولين ديبندنت دايبيتس بليز كان اسمه جوفينايل ده عنده كافيين ده شبيه في 10 11 سنه كان ايه ده صغير. ايه تاني ممكن يجي لهم؟ اكس طبعا. ايه تاني؟ ممكن يجي لهم سايكولوجيكال بروبلمز؟ انحراف والى اخره صح ولا غلط؟ اوكي. الفترة اللي بتشكل حياتك من امتى؟ هل تعرف هذه المعلومة؟ أكتر فترة بتشكل حياتك امتى؟ الأدوليسنس. سبع سنين. تاني فترة الأدوليسنس رايحين بتشكل حياتك. كان يمكن الوقت ده أول فترة أنت تشكلت فيها في شخصيتك؟ أول 6 سنين. وبنطنش فيها من 3 لـ5 سنين. كان يمكن اللي أنت بتعامل الطفل بيها كأنه إيه؟ مش فاهم حاجة خالص. الطفل ده ريكوجنايز مور ذان ايماجين كتير جدا وبيقلدك وبيوزرف بشكل كبير قوي وانت مش واخد بالك منه. ده عيل صغير. العيل الصغير ده ايه؟ واخد باله كويس قوي قوي قوي. عشان كده دايما السلوك، عشان كده دايما في حاجات في البرسبشن انتريشن سهل تبقى منطقي. صح؟ وانا صغير كان بابا حنين عليا قوي. ماما كانت دايما تورث. صح ولا غلط؟ يعني في حاجات ما كنتش تقدر تنساها في حياتك ابدا. فالمهم هاو فقصدي فكره ان هم يتعرضوا طبعا البيبرتي يتعرضوا الى السايكولوجيكال بروبلمز. ايه تاني؟ ممكن بقى سموكي؟ الكوليزم؟ بانموس؟ حشيش؟ انسون؟ مدارس؟ طبعا احطب للاسف للاسف اه طبعا انا مش بغلط للاسف اه اوكي. 8 ممكن يبقى في سيكشوال بروبلمز مش دي اند ايج اوف بيوبرتي فممكن يبقى في عندنا سيكشوال بروبلمز. حد يسمعني 8 سكول هيلث بروبلمز سهل قوي السؤال ده. 1 مانيتريشن 2 انفكشن 3 بارازيتك 4 نون انفكشنز 5 اكسيدنت 6 سايكولوجيكال 7 سموكينج الكوليزم دراجز اند سو اون 8 واخيرا سيكشوال بروبلمز. عدد ماني ديشن زي ايه؟ انيميا. اي حاجه تقولها صح انيميا. فيتامين ايه؟ ريكتس. بيني وبينك في الاطفال الصغيرين مش في المدارس، لان في الريكتس الغريبه اللي بتيجي تيجي من سن سنه سنتين صعبه بتيجي في السن. اوكي فيتامين ايه ديفيشنسي فيتامين سي ديفيشنسي صح ولا غلط؟ في عندهم في المدرسه حاجه اسمها شورت تيرم هانجري، ان حركه الطفل بيقعد في المدرسه 7 8 ساعات بالنسبه لطفل صغير يعتبر مده ايه؟ كبيره جدا. لو ما اكلش انا ممكن ما اقعدش اكل وشيء طبيعي مش مشكله، لكن الطفل ما يستحملش. اوكي؟ عشان كده بيعملوا وجبه غذائيه في وسط المدارس في وسط اليوم. احنا بناخدها احنا طلبه. كنا بناخد احنا وجبه غذائيه بغض النظر كانت عباره عن ايه، بس كنا بناخد وجبه في المدرسه زمان واحنا طلبه. اوكي؟ طب ليه انتوا ماشيين في سكه الديفيشنسي مش ممكن يجي له ايه؟ بالعكس كويس. ما هو المانيتيشن مش كلها نقص، ممكن تبقى ناقص قوي زياده. والام فرحانه بابنها الواد ما شاء الله ابن الاخ خد كده اللهم صل على النبي اخر واد في الكلاس الواد يخش ما شاء الله ما يعرفش يخش يخش بجنبه من الباب صح؟ على فكره بجد مش بهرج، في امها بتبقى فرحانه بابنها لما ايه؟ لما يبقى تختوخ الواد تختوخ كده ما شاء الله يقول لك شفت انا باكله ازاي؟ غلط جيبه لسه. اوكي؟ طيب انفكشن زي ايه؟ نوعية المدارس والزحمه والفصه chicken box ميزز كل حاجه البروبلم صح ولا غلط؟ هيبقى كله مع بعض فود بورن الاكل مش نظيف اند سو اون يبقى كلها كونتاكت. اوكي يبقى كل انفكشن ممكن تجي لهم عندنا. باراسيتيك انفكشن زي ايه؟ اي حاجه استيالس انت عايز تقوله كله ممكن يحصل بالذات لو في مدارس موجوده فين؟ كورة. نان انفكشن زي ايه؟ اكسنت طبعا مشهور جدا بالذات في مدارس الايه؟ الولاد واللي في بالذات مدارس الاعدادي. عارف الاعدادي دول اكتر سن رخيم. ابتدائي ايه؟
وحتى لما يكون مثلا بيخاف لو كانت مدارس ولاد وبنات بيخاف جدا من شراسه الولاد تقدم الولاد الشرسين في اللعبه اوكي سايكولوجيكال احسن دليل كويس يعني الانحراف الولاد في سن المدارس ديفاكت الولاد والبنت يعني بتاثر باصحابه او صحباته اكتر من البنت بجد في السن طول ما الطفل صغير لغايه سن ابتدائي هو شايف ان باباه هو احسن حد في الدنيا شايفه ان مامتها هي مصدر معلوماتها الوحيد في الدنيا لغايه ما توصل 9 سنين ماكسيمم بعد كده تبدا ايه تتاثر بصحبتها وتتاثر باصحابها ويكبر شويه يقول لك ده بابا مش فاهم العصر بتاعنا صح دي ماما مش فاهماني انا مش عارف ايه الايجابي اللي بينه ده جيل وده جيل فعشان كده بقول دايما هي فكره الصحاب ممكن يسببوا الى انحراف سلوكي في الايه في الاطفال او العكس ممكن نحافظ عليهم بسلوك ايه كويس سموكينج والكوليزم والدراكس مش فاكر من شرحها وقولها واخر حاجه اللي هي السيكشوال لو كانت في مدارس زي ما قلنا الجيت والتغيير في سن المدارس تفهم؟ طيب ده بالنسبه لنا حاجه اسمها سكول هيلث بروجرامز على الجانب الاخر وات از ذا سكول هيلث بروجرام؟ البروجرام هدفه ميلي فور بريفنشن صح؟ للمشاكل دي والبريفنشن عند حضرتك واحد من ثلاثه يا برايمري يا سكندري يا اما برايمري نعمل ايه في البرايمري بريفنشن؟ هدف المدرسة تبقى كويسة ولا الوالد يبقى كويس ولا المدرس يبقى كويس؟ يعني حضرتك انت تارجتنج المدرسة الانفايرمنت انه تبقى كويسة ولا تارجتنج الستودنت نفسه يبقى كويس؟ ولا تارجتنج الستاف يبقوا كويسين؟ انا مش عايز اقول لك على حاجة حتى ايفن في البيت ارتباطك بالبيت او ربط المدرسة بالبيت هنتكلم عليها حالا النهارده يبقى كانك انت بتقول تارك من الاربعه، عايز ولد صحته كويسه، المدرسه الانفايرمنت كويسه، المدرس نفسه صحته كويسه، ويبقى في ربط بين المدرسه والبيت عندنا عشان تحافظ على الطفل. هما السكند دي عباره عن ايه؟ ايرلي انتكشن والحاجه الثانيه والترشري ممكن اسالك سؤال في السكند مين اصعب؟ ايرلي انتكشن ولا ايرلي انتكشن؟ الانتكشن اصعب بكتير. المانجمنت سهل. ليه؟ خلاص ما معروف انك لو شخصته هو انت بعيدك هو كذا وكذا بس ده مش شرط انك انت ايه؟ شخصيتك خاصه. طيب نمسكهم واحده واحده. اول حاجه الانفايرمنت او اول حاجه ميجرز فور ذا سكول تشيلدرن او الكتاب بتاعك. نعمل ايه في سكول ستودنتس او سكول تشيلدرن؟ نعملهم ايه؟ يلا واحد نيوتريشن معاك اثنين immunization طعام صح زي ما كانت الاطفال وهي مولوده محتاجه الطعام العيال في المدارس برضه محتاجه الطعام عندنا ثلاثه عملت النهارده جود نيوتريشن واثنين عملتهم النهارده immunization ثلاثه اديهم ايه؟ education خلي بالكم خلي بالكم انصم اوكي اربعه اعمل لهم فيزيكال ومنتال بروموشن هنشرحها كمان لحظات واحد جود نيوتريشن تعملوا ايه؟ فاكرين لما كنت بقول لكم سكول فيد بروجرام نعمل وجبه غذائيه في وسط المدرسه تحتوي على نص الديلي ريكوايرمنت من البروتينز وثلث الديلي ريكوايرمنت من الكالوريز يعني انا بقول لما يحتاج ثلث الريكوايرمنت في يومه وفي حياته ليه؟ لانه قاعد معاك 8 ساعات اللي هو نص اليوم اللي هو صحي انت عارف الطفل في ابتدائي بينام كام ساعه في اليوم؟ كتير جدا 10 12 ساعه هو تقريبا نص اليوم نايم، نص اليوم الصاحي، نص اليوم الصاحي أكتر من نصه فين؟ في المدرسة. في المدرسة، صح ولا لأ؟ عشان كده، وعندك جزء كبير من الشعب المصري أوف بور قوي، لو سوشيال قوي، فالأم مش متعلمة مش فاهمة ياكل إيه، فاحنا بنجيب سكول فين وأكل. دي لو قدر ربنا، اثنين، لازم أدي نبتشن إديكيشن لمين؟ للأم. الواد خلي بالك منه، مراحل الجرس، لازم ياكل بروتين، ياكل كربوهيدراتس، ياكل فاتس، ياكل فيتامينز، ياكل مين؟ أدي نبتشن إديكيشن. شكرا يا شباب. طيب. الكانتين بس يكون في اكل اوف نيوتريشنال فاليو والسانيتري بيز نظيف
ما ينفعش تحط شيبسي وبوزو والحاجات اللي هي الحرنكش عشان الحرنكش ده اوكي يعني قصدي اللي هي مكسبات الطعم والجمله الرائحه احط حاجات مثلا ساندوتشز تكون ليها فاليو وتبقى الحاجات نظيفه عندها ده كله تحت عنوان تاني عنوان الايميلايزيشن هتعمم اجينست ايه؟ هتعمم اجينست المنجايتس والدي تي مش الدي بي تي الانفيريا والدفرس هو طفل صغير كان بيطعم دي بي تي البرطاس ما ينفعش فوق اربع سنين كورتر اندكيتد فبطعمه دي تي بس وبطعمه منجايتس وسيزونال انفلونزا لو انا خايف عليه من انفلونزا هل ديبيكيشن انصحهم بيه؟ طلاب المدارس انصحهم بيه؟ هيلث لايف ستايل عموما الهايجين ايه تاني؟ نيوتريشن حاجات كلها جنرال انجلس بريفنشن خلي بالك انت بتلعب اند سو اون ما تعملش ما تسويش اند سو اون ازاي يبقى جود نيوتريشن ان جنرال عندنا دنتال هيلث عندنا مشكله في مصر في الحفاظ على الاسنان بانتظام بره ده في دكتور بيتشيك الاسنان كل فتره بيعمل ناس حصلها دي تاكيد الاسنان واعد اند سو اون يبقى فكره الدنتال هايجين سبورت اكتيفيتيز لازم تلعب لازم تعمل اند سو اون وخلي بالك افويد الاكسبوجر للحاجات الوحشه زي سموكينج يبقى دي كلها حاجات جنرال بريفنشن او جنرال هيلث بريفنشن فيزيكال ومنتال بروموشن يعني ايه فيزيكال ومنتال بروموشن؟ قبل ما نسمع فيزيكال ومنتال بروموشن في الهيلث بريفنشن عايز اقول حته مين اكتر واحد بروفايدر انت بس بروفايدر يديك هيلث بريفنشن مسج؟ التيتشر لا بالعكس التيتشر محتاج مهم ليه؟ المفروض ان احنا كل واحد فينا كان بيتاثر بالتيتشر او بالريس في يوم من الايام صح؟ فده اللي بالنسبه لك هو القدوه او الشخص الكبير بالنسبه لك. حاجه ثانيه ممكن يستخدم صحابه، ازاي صحابه؟ عندهم انفلونس عليه جامد مش انا قلت لك ان هو بيتاثر باصحابه اكتر من بابا ومامته. عارفين انا بعمل ايه؟ بعمل بوزيتيف بيهيفير اوف هيلث ايدكيشن، يعني ايه الكلام ده؟ لو عندك في الفصل دايما تفتكروا زمان كان في الفصل واحد او اثنين هم المؤثرين بسبب ايه؟ شطارتهم، قوتهم، فتوتهم، ادبهم، شهرتهم، طريقه كلام، وات ايفر. فلو خدت الاثنين ثلاثه دول انا شايف ان هم الناس بتاثر فيهم. اخد الاثنين دول اغير سلوكهم واسيبهم في وسط العيال. ايه اللي هيحصل؟ هم هيجلوهم. بيسموها يوث ايديوكيشن. ان انا بخلي ده سلوكهم هو اللي غير في الناس اللي حواليهم. وده يمكن احسن كتير من انك انت ايه؟ طول. حتى لو بقولها لك نصيحه. الدكتور اللي ما بيشربش سجاير احسن مليون مره ان يقول لعيب بطل سجاير هو ايه؟ بشرب سجاير. الدكتور اللي بيعمل دايت وبيعمل اوبيستي للناس دخل الناس انا اتكلمت عن اوبيستي وراجل وزنه 145 كيلو واكلمكم النهارده على مشاكل الاوبيستي هو في حد ذاته الكلام ده كله ايه؟ فقد معناه خالص. الناس تقول لك ايه؟ قول لنفسك قول لنفسك هو لو شاف ان كلامه صح كان طبقه على نفسه صح ولا غلط؟ فدي الفكره انك انت دايما بتاثر في التقليد انك تشوفه بس تلاقي الحاجه الايه؟ ففكره الفيزيكال والمنتال بروموشن يعني ايه فيزيكال وسوشيال ومنتال بروموشن؟ عارف بقى نعمل سبورت اكتيفيتيز تيم وورك دايما بنقول وي ار نحاول نزرع في العلم وي ار مش يعني باي واخد بالك ازاي؟ نعمل ريكريشن سبورت اكتيفيتيز لعب اند سو اون لو في ده في المدارس حد اسمه اخصائي اخصائي اجتماعي المفروض وظيفته ايه؟ عندك مشكله في عندك حاجه تتكلم معاه يحل المشاكل الاجتماعيه صح؟ لان الناس از نوت ماشينز از هيومن بينجز تركيب من فيلينجز ومشاعر اتفقنا يا شباب؟ دي كانت أول نقطة عندنا اللي هي دي السيرفيس. اتفقنا؟ يبقى إحنا كده خلصنا أول حاجة في سكول اللي هي إيه؟ السيرفيس. أقف عند الحتة دي. أوكي؟ يبقى أقف عند الحتة دي، يبقى إحنا خلصنا أول حاجة، بكرة بقى نخلص بقية الحاجات بتاعت السكول. بنذاكر ولا لأ؟ عايز أطمن مش عايز أجي على آخر الأسبوع، بنذاكر ولا لأ؟ إن شاء الله؟ إن شاء الله. بإذن الله. ثانك يو، أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير بإذن الله. معلش انا بس